حدثنا عن الموضوعات الأخرى التي تم إثارتها على مستوى مجلس الشيوخ ومثلت إضافة في دور الانعقاد الأول بالنسبة للمواطن وبالنسبة للدولة بشكل أو بآخر. يعني هي طبعا مجلس الشيوخ هي تجربة يعد إنتاجها مرة أخرى، فكان طبعا في بدايته يعني كنا مترقبين، لأن هو مجلس الشيوخ لا يناقش إلا الموضوعات اللي تحوله لا إما من رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب، فإحنا كنا في دور المتلقي. ولكن لا يحال لمجلس الشيوخ اي شيء من رئيس الجمهوريه حتى تاريخه، يعني هي القوانين اللي بتحاول مرسلة من مجلس النواب، بتيجي من الحكومه مجلس النواب فبتيجي من يعني المجلس الوزراء بيحلها للنواب والنواب بيحلها لنا. دي القوانين اللي احنا ناقشنا، جزء منها كان اقتصادي وفي قوانين اخرى كانت غير متعلقه يعني كبير بالشكل الاقتصادي، زي صندوق الطوارئ الطبيه. جالنا صندوق الوقف الخيري، وده كان ليا ليه مشاركه كبيره بالرغم ان هو ما كانش اصلا في اللجنه الاقتصاديه، كان جاي من خلال اللجنه الدينيه والاوقاف، وده برضو يعني عملت فيه بعض التعديلات وقبلت من الاغلبيه. كان في قانون التعليم الشهير، وده القانون الوحيد اللي هو رفض في مجلس الشيوخ، ويعني من ضمن القوانين العديده اللي عرضت على مجلس الشيوخ هذا القانون هو القانون الوحيد اللي رفض في مجلس الشيوخ. وما راح مجلس النواب الوزير احس بحسه السياسي انه يجب سحب مجلس النواب، لانه حس اللي هو راي النواب هيتطابق مع مجلس الشيوخ.